السلام عليكم. التي تسمى كوكوزي، عندنا تاني عرف الأسد، فيط الريشي، إرجي، كريم شجرة الشاي، والكورديباين، والمورينزي. هادي راه خوات صافي، عصير المورينزي، وكاين معجون الأسنان. هادي راه باقا مسدودة، معجون أسنان طبيعي، فيه الفيط الريشي. هادا تيتباع بستة وثمانين درهم، ستة وثمانين درهم إلا كنتي مسجل مع الشركة ديال ديكسين. إلا مكنتيش مسجل راه حيت كدا ملي تتسجل تعطيك النقاط عليه. هاهو مفتوح، فيه مية وخمسين غرام، ستة وثمانين درهم. المهم طريقة الاستعمال، أنا ما تنديرش الشيتة ديال الأسنان، تندير هذا. هذه هي تندير، تربى نحك سناني، متنحكش ب الشيتة ديال الأسنان. نحك بهذي، تندير هكا شوية، تنسد حيت مخصش يقيسو البرد، أكسجين. صافي تنحك سناني بعدا. منين تنحكو متنديرش الماء، تقدر دير الماء تقدر ما ديرش الماء، انت اللي بغيتي. منين تدير تتهرسو تاني ودير الجهة الأخرى، والنتيجة فعالة. السنان تيوليو بيضين نقيين، ولتة ديال الأسنان تتولي مزيانة، ما فيها لا مرض لا والو، أحسن من الشيتة ديال الأسنان. الشيتة ديال الأسنان ما تتغسل ما والو، العادة وصافي. هاد المجرى يمكن تاكلو كاع، تسرطو من تتغسل فمك، ماشي مشكلة. واخا سرطي شوية ماشي مشكل، جربو هاد الطريقة وجاوبوني، كتبوا لي في التعليقات. المهم القناة ديال الزوجة ديالي ماشي ديالي انا، قناعة تصور لي وصافي. ستة وثمانين درهم، هذا تا هو شي تلتلاف ريال، يقدر ولا تلتلاف وستمية. هاد العصير ديال المورينزي راه مزيان العيالات، مزيان تال داكشي ديال الإدمان، إدمان على المخدرات مزيان ليه. تيشربو الواحد صافي تيبقاش مدمن على المخدرات، تيلوحهم. عرف الأسد تا هو مزيان، مكمل غذائي وصافي. الفيطر الريشي هو مكمل غذائي، ب 8000 ريال، هادي 6000 ريال. كريم شجرة الشاي ما عرفتش شحال ديها، تا هو مزيان. كنت شيل البشرة، عصير الكورديباين تا هو مزيان. شاش كاتبين علي هنا، المهم دير بوز قرا هادشي. طريقة الاستعمال، إنتاج ماليزيا، مكونات عصير الأناناس، سكر، فيتر الكورديسيبس والليمون الأخضر. هاد فيتر الكورديسيبس تا هو غالي، كاين واحد المكمل سميتو تا هو فيتر الكورديسيبس، تا هو غالي، دير 10000 ريال. 10000 ريال إلا كنتي مسجل مع الشركة، تسجل تعطيك النقاط عليه. ملي تفوت 100 نقطة في الشهر تطرد ليك واحد شوية ديال الفلوس. على الليمون الأخضر، قد يتغير لون المنتوج بسبب عملية التقادم الطبيعية، تخزين لمدة طويلة.